السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ بالبرمجة ونبدأ بالكتابة لازم نفهم مجموعة شغلات أساسية، يعني منها الـ Pre-Processor Commands. لو جينا فكرنا بالبروغرام اللي حاليا أنا شغال عليها، هذا الابليكيشن بنلاحظ أنه فيها two files اللي هي hello.c وعندنا printname.h، وفي عندنا هنا include stdioh وال include stdlib.h. هذا الاثنين حيكون دائما معك في كل برنامج انت تصنعه في SC. فاذا هذا الاثنين هي اساسيات، لكن لو فكرنا بها في حالة اذا وجود اكبر واصغر، في include بمعنى انه هذا يستخدم system header files اللي موجودة اصلا في الليستة من system directory القياسي اللي عائد للغة C. اضف الى ذلك انه نلاحظ في عندنا include اخر انا واضعة في double quotes، اثنين double علامات تنصيص، هذا ممكن يكون اي اسم. الدلالة من عنده أنه هذا يحتوي على header file اللي أنت قمت بصناعتها، يعني هنا أنت عندك stdlib stdio، هذا عائد للغة C من مكاتبها القياسية، لكن هذه مكتبة أنت قمت بصناعتها. بهيك حالة لما تجي تقرأ الكود، لما تشوف double quotes تعرف أنه هذا مو C قام بصناعتها، وإنما أنت أو شخص أو مطور قام بوضع هذا الفايلز. قد يحتوي على مجموعة links تذهب لمجموعة هيدرز آخر، أو هو نفس الهيدر يحتوي على مجموعة سطور وكودات برمجية. نفس الوقت ممكن تلقى كلمة أخرى، يعني مثلا ممكن تلقى هاش ديفاين، مثلا هاش ديفاين لنيم معين، فليكن مثلا بافر أوكي 1024 فارزة منقطة. هذا بمعنى أنه أنت بتعرف اسم، هذا الاسم يستخدم لغرض معين اللي إحنا نسميه define كماكرو في C. إذن لو نجي نراجع مرة أخرى، لما نقول include أصغر أكبر في الحالتين الأولى، هذا معناته من ضمن مكاتب الـ C القياسية، أي بمعنى أنه ممكن أي واحد يستخدمها، هي مكتبة موجودة. تصورها مثل المكتبة العامة، كل الناس بتروح تستعير من عندها كتاب وترجع تقرأها وبعد ذلك تعيدها مرة أخرى، أي بمعنى كل الناس عندها هاي المكتبة. بينما هذا هي مكتبتك المنزلية، مكتبتك الخاصة اللي موجود فيها الكتب، عن طريقة تأخذ كتبك أنت. بالحقيقة هي ممكن أيضا غير ناس هم يستفادوا من هاي المكتبة. لكن لو نجي للحالة الثالثة اللي هي define buffer 1024، هذا نستفاد من عنده أنه نعرف البفر اللي هو مقلق ممكن يكون لك بالنسبة لك فد متغير اعتيادي أو اسم اعتيادي، لكن هذا راح يكون refer يرمز لمن لل 1024. بدل ما تستخدم بالكود مالتك 1024 حتستخدم buffer. هذا هي الفكرة من الديفاين. فإذا أنت عندك ثلاث حالات من التعاريف. زين، لو اجيت أنا هنا عملت run قلت له yes، ألاحظ بيعمل كومبايل في حالات أنه بيعمل كومبايل، بعد ذلك بيعمل لك run، نلاحظ فيها hello world محمد عيسى. لو أجي أتابع hello world محمد عيسى، لو أجي أغلق الكونسول وأجي أنظر أنه أنا ما عندي كلمة محمد عيسى أو ما عندي كلمة hello world، إذن منين أجت هذا الكلام كله؟ ألاحظ في المين موجودة عندي function 1 و function 2، إذا منين أخذ هذا function 1 و function 2؟ ألاحظ محمد عيسى قام باسترداد مكتبة خاصة اللي هو مكتبته الخاصة printf printname.h. printname.h موجودة من ضمن source folder، لو نعمل عليها double click بنلاحظ محمد عيسى عامل function، هذا function 1. طبعا أنا ما أريدك تفكر الآن الكود كيف انكتب وكيف عمل لينك محمد عيسى لها، لا، أنا أريدك فقط توضح عندك فكرة المكتبة، أوكي؟ هذا الفكرة الـ Pre-Processor أنا أريد أوضح لك إياه. فنلاحظ أن محمد عيسى في الهيدر عمل void function 1 كvoid وبيعمل printf لي hello world، بعد ذلك عنده function ثاني بيعمل فيها printf لي محمد عيسى. إذن بهالحالة إحنا لما يشتغل البرنامج بيسترد المكاتب أولاً، بعد ذلك يبدأ بعملية
التنفيذ اللي هو function 1 والfunction 2. طبعا هذا ما راح نستفاد من عنده اي شيء، هذا فقط انا ضفت لك اياه حتى تاخذ فكره عنه. ممكن نعمل له comment، اوكي، double slash بمعنى انه انت عملت comment لهذا السطر، ففي هيك حاله ما راح يشتغل عندك هذا التعريف. فاذا لما يعمل انكلود لهذا راح يعرف انه هذا الفانكشن 1 والفانكشن 2 هي عايده للهيدر اللي هو print name.h، فراح يجي يتشيك يعمل تشيك في الفانكشن الاول وفي عندك الفانكشن الثاني. فلما نعمل run نلاحظ النتيجه تظهر hello world محمد عيسى. اذا هاي فقط فكره بسيطه للpreprocessor command انه حتى تفهم ما هذه الانكلود ناقص أكبر أصغر، وشو هو الانكلود دبل كوتس إذا كانت موجودة ممكن تتلاحظها في بعض المبرمجين عامليها، أو حتلاحظ عندك هاش ديفاين بوفر 1024 أو ديفاين أي شيء كان، هذا الاسم اسم غير مهم، أنت عندك القيمة هي الأهم اللي هي 1024. فإذا البوفر حيتعرف على 1024 في خلال كتابتك للكود. هذه كانت هي الفكرة. لهنا احنا نتوقف ونكمل وياكم درس القادم. مع السلامة.